حنبلش اليوم او حنكمل اليوم درس الزوايا المتتامه والمتكامله. فهمنا امبارح شو يعني زوايا زوج من الزوايا المتتامه، حكينا لازم يكونوا زاويتين مجموعهم 90 درجه. اليوم حنتعرف مفهوم الزوايا المتكامله. إذا نتجات اليوم حنتعرف على مفهوم الزوايا المتكاملة. هلأ الزوايا المتكاملة هي زوج من الزوايا بيعطيني التقائهم زاوية مقدارها 180 درجة. إذا الزوايا المتكاملة هم زاويتين مجموعهم 180 درجة، يعني بمعنى آخر بيعطيني التقائهم زاوية مستقيمة. يعني إذا كان أنا عندي زاوية خمسين درجة، فبتكون الزاوية الثانية منفرجة مقدارها 180 ناقص 50 وتساوي 130 درجة، لأنه ناتج عن التقائهم خط مستقيم يعني 180 درجة. إذا أنا لما يكون عندي رسمة ثانية مثلا معطيني هاي 100 درجة، فبحكي هون معطيني سين، فبقول 180 ناقص سين تساوي 180 آسفة ناقص 100 تساوي 80 درجة، فمنها سين 80 درجة لأنها زوجة من الزوايا المتكاملة. إذا لاحظتوا إنه التنتين زوج من الزوايا المتكاملة أعطوني خط مستقيم، إذا مجموعهم 180 درجة. ممكن أعطي كمان رسمة، حاولوا حلوها أنتوا وشوفوا حلها. إذا أعطيتك إنه هاي 5 سين وهاي مثلاً 100 فأوجد سين. إذا أعطيتك هاي مثلاً 3 سين وهون 7 سين زائد 10. بداية أنا عندي، بتمنى تكونوا حلتوها زي ما تعودنا من بداية الفيديو تبع مبارح، قلت لك وقف الفيديو 3 دقايق حل المسألة لحالك على ورقة وارجع تأكد إذا حلك صح ولا خطأ. بداية بما أنه التنتين بجانب بعضهم، فإذا هم مجموعهم 180 لأنهم زاويتين متكاملتين أو زاويتين على خط مستقيم. ناقص 100 ناقص 100، 5 سين يساوي 80. أعيد، أنا عملت إنه مجموعهم 180 لأنه زاويتين على خط مستقيم، زاويتين متكاملتين، والزاويتين المتكاملتين بيكون مجموعهم 180. الزاوية الأولى مقدارها 5 سين والزاوية الثانية مقدارها 100، حاصل جمعهم يساوي 180 درجة. صار عندي معادلتين، عندي واحدة 5 سين زائد 100 يساوي 180، طرحت 100 طرحت 100 صارت 5 سين تساوي 80، معادلة خطية متغير واحد على 5 على 5 سين تساوي 8 على 5 1 بزيد 3 30 على 5 16 درجة. إذا من هون أوجدت قيمة سين. معادلة الثانية أو الرسمة الثانية، أنا معي زاويتين، هذول التنتين مجموعهم 180 لأنهم على خط مستقيم متكاملتين، زاويتين متكاملتين مجموعهم 180. إذا 3 سين زائد 7 سين زائد 10 تساوي 180. أعيد، ليش تساوي 180؟ الزاوية الأولى 3 سين، الزاوية الثانية 7 سين زائد 10، هذول التنتين مجموعهم 180 لأنهم على خط مستقيم. بجمع الحدود المتشابهة 3 سين و7 سين، 3 و7 10 زائد 10، ما في إشي بشبهها، تساوي 180. برجع بعيد، معادلة خطية في متغير واحد، بطرح 10 لأنه عكس الجامع طرح، بطرح 10. 10 مع 10 صفر، تنزل عندي 10 سين تساوي 80، 180 ناقص 10 سوري 180 ناقص 10 170، على 10 على 10، 0 مع 0 بيروح، فبتطلع عندي سين تساوي 17 درجة. فهيك ممكن تيجي السؤال على شكل رسم. أحياناً المس ممكن ما تجيب لي رسمة، ممكن تجيب لي أزواج من الزوايا وتسألني هل الزوايا
كاملة أو متتامة ولماذا؟ زي ما أخذنا مبارح، زي فكرة المتتامة مبارح، ممكن أنا أحكي لك ما مكملة الزوايا الآتية. أعطيك 100، أعطيك 90، أعطيك 55، وأطلب مكملتهم. أوجد مكملتهم، وقف الفيديو، أوجد مكملتهم وأرجع كمل الفيديو وتأكد إذا حلك صح. هلأ مكملة على طول بكتب عندها إنه مجموعهم 180. هلأ أنا عندي زاوية، شو الزاوية الثانية اللي مكملة لها؟ اللي هي 180 ناقص 100 وتساوي 80، 180 ناقص 90 وتساوي 90، 180 ناقص 55 وتساوي ستلف 7، 10 ناقص 5 5، 7 ناقص 5 2، 1 بتنزل 125. إذا الزاوية 100 مكملتها 80، الزاوية 90 مكملتها 90، الزاوية 55 مكملتها 125 درجة. بتمنى تكونوا حلين وتبعتولي حلكم، لأنه المرة الماضية ما في أشخاص كتيرة بعتولي الحل. هل ممكن يجيني السؤال بصيغة ثالثة اللي هي حل الزوايا الآتية متتامة أو متكاملة أو غير ذلك؟ معنى كلمة أو غير ذلك يعني لا هي متتامة ولا هي متكاملة. كيف يعني لا هي متتامة ولا هي متكاملة؟ أنا بعرف إن المتتامة مجموعهم 90، وبعرف إن المتكاملة مجموعهم 180. إذن شو هو اللي غير ذلك؟ الغير ذلك اللي لا هم مجموعهم 90 ولا هم مجموعهم 180. بيجي بيعطيني مثلاً الزاوية 110.70، بيعطيني الزاوية 95.90، بيعطيني الزاوية 60.30. برضو زي ما بقول وقف الفيديو حلها وارجع. 110 زائد 70 110 زائد 70 وتساوي 180، إذا متكاملة. ليش متكاملة لمس؟ لأنه مجموعهم 180 يمس. 95 زائد 90 505 99 18 185. هاي ال 185 90؟ لا. طب 180؟ لا. إذا غير ذلك. إذا لا هي متتامة لأنه مش مجموعها 90، ولا هم متكاملة لأنه مش مجموعهم 180. أجي لآخر واحدة 60 زائد 30 وتساوي 90 درجة، إذا شو مالها؟ متتامة لأنه مجموعهم 90. إذا هاي الفكرة الثانية في الدرس. بيجي بيعطيني شو واجبكم كمان. لو فتحتوا معي صفحة 49 رح يكون عندك واجب تدريب 1، صفحة 49 رح يكون معه تدريب 2 من نفس الصفحة، رح يكون تدريب 3 صفحة 50، وسؤال 2 صفحة 51 اللي هو تمارين ومسائل. بكرة رح نجتمع عشان نحل التدريبات سوا. بتمنى انكم تكونوا حلينهم وانه تيجوا بس لحتى تشوفوا اذا حلكم صح ولا خطأ. اخر رسمة رح ارسمها واودعكم اللي هي اتمنى انكم عملتوا كابتشر للواجب عشان تعرفوا تحلوا، اللي هي ممكن اعطيك رسمة فيها اكتر من فكرة. هلأ بداية هون عم بيحكي لي جد قيمة سين. أول خطوة
لو تفرجنا على هذا المستقيم هو قطعة مستقيمة. قطعة مستقيمة يعني متكاملة، يعني مجموعها 180 متكاملة. إذن هاي 90 مع السين مع 70 المفروض تعطيني 180. إذن 180 ناقص 90 تساوي 90 درجة. هاي زاوية 90، فإذن هاي كلها بيقيلها 90 درجة. هلأ السين والسبعين هم اللي ضل لهم 90 درجة، أو هم اللي بيعطوني 90 درجة. إذن سين زائد 70 تساوي 90 ناقص 70 ناقص 70، بتطلع عندي السين تساوي 20 درجة. إذن برجع برسم الرسمة مس. هاي 90 من وين عرفتها؟ معطى، هو معطيني رسمة قائمة. إذن التانية ضل لها 90، بس المس بالسؤال قسميتها جزئين، معطي لجزء 70 والجزء الثاني بدها اياه، فراحت نقصت من 90 70 وضل معها هون 20 درجة. وهيك انحل السؤال. ممكن تعطيني المس سؤال فكرة تانية؟ اذا حدا عنده سؤال فيه يبعث لي على هاي الرسمة. ممكن المس تعطيني فكرة في طريقة تانية؟ ممكن تعطيني زاوية مستقيمة تقسم لي اياها 3 اقسام، تعطيني انه هاي الزاوية 80 درجة، ومعطيتني انه هاي الزاوية سين، ومعطيتني انه هاي الزاوية 40 درجة. هلا انت لو لاحظت هدول الزوايا الثلاثة على نفس الخط المستقيم، اذا الاربعين زائد التمانين زائد سين يساوي 180. اعيد ليش؟ لانه هدول الثلاثة عم يعطوني قطعة مستقيمة، خط مستقيم. 40 و80 0 4 و8 12 زائد سين تساوي 180 ناقص 120 ناقص 120، فبتطلع معي سين تساوي 60 درجة. بتمنى تكونوا حليتوا الأسئلة لحالكم، وبتمنى أنه تبعتوا لي الواجب. برجع بكرر، أنا عم برصد علامات مشاركة على واجباتكم اللي عم تبعتوا لي إياهم. في أشخاص ما بعتوا لي حل ولا بعتوا لي أنه حضروا الفيديو ولا سألوني أي سؤال. بتمنى المتابعة أكتر من الأهل، وبتمنى أنه تسألوني إذا عندكم أي استفسار. والواجب ينحل وبنبعت لي على أي وسيلة تواصل بتحبوا تبعتوها عليه. وشكراً.